المحاضرة الثانية هي عن الـ ratio strength. إحنا أتصور في الأول هم تطرقنا لها شوية. ratio strength بين عددين عادة يكون أول عدد من عندهم هو واحد، يعني دائما تكون الـ ratio strength واحد إلى كذا عدد، مثل واحد إلى 50، واحد إلى واحد قد تكون. وقلنا شلون تلفظ وستو، يعني أو الرقم الأول وهاي النقطتين تلفظ از تو. فمثلا إذا 2 إلى 5 نلفظها 2 تو از تو 5 إن شاء الله. الريشو سبرينغ يوز تو اكسبريس كونستريشن أوف لو كونستريتد سوليوشن، يعني يستعمل للمحاليل اللي تراكيزها قليلة. Because all percentages are a ratio of parts per 100. البيرسنت اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى هي دائما إلى 100 مثل ما قلنا بالمية، يعني دائما 1%، 2%، 50%، 100%. أوكي، تجي قد تجي 200%، 300%، المهم أنه البيرسنت هي نسبة كمية معينة إلى 100. The percentage strength of solution or liquid preparation less frequently of mixture of solid, for example, 5% means 5% or يعني 5:100. يعني هنا يقول 5% إذا أريد نحولها إلى ratio هي عبارة عن 5 من 5 نسبة 5 إلى 100. The ratio strength always designed ان فيجر، يعني هاي دائما الريشيو سترينث، من نشوف الريشيو سترينث، اي ريشيو سترينث مثلا هاي 5:100 لازم توسطها بحيث اول عدد اللي هو 5 يصير دائما واحد. هذا شوفوا الخمسه دائما شنو صار؟ صار واحد. فالريشيو سترينث من نشوفونها توسطونها الى واحد والعدد، هاي شلون تتوسط؟ دائما تقسمون الريشيو سترينث الطرفين على نفس العدد مالت العدد الاول، يعني هسه احنا مثلا عندنا ال 5:100 نقسم الطرفين على 5، هاي 5 على 5 تصير 1، هاي 100 على 5 تصير 20. وين ريشيو سترينث فور اكزامبل 1:1000 is used to design a concentration. It is to be interpreted as for solid and liquid, 1 gram of solute or constituent in the form of solution or liquid preparation. هاي تقريبا اللي يقول لك إذا إحنا عندنا المكونات مات يعني المركب اللي إحنا نستعمله إذا كان هو نفس التعبير، يعني بال شوفوا هنا شنو هو هسه هنا يحكي احنا الريشيو سترينث مرات يعني ما نخلي وراها مو مثل البيرسنت ويت بير ويت لو فوليوم بير فوليوم او ويت بير فوليوم، ولكن شلون نعرفها؟ نعرفها انه احنا اذا السوليوشن مالتنا مكون يعني من سوليوشن والسوليوت هو ماده صلبه، فعاده اول واحد بالجرام ينقص والثاني اللي هو السولفنت او يعني السوليوشن حجم السوليوشن فينقص شنو؟ بالمول. يعني هنا يقول اذا احنا عندنا سوليد ان ليكويد فمعناها هاي 1 جرام هاي الاول، والثاني اذا سوليوشن اذا ليكويد ان ليكويد فهي 1 مول ان 1000 مول. هنا واحد السوليد ان ليكويد 1 جرام ان 1000 مول، واذا ليكويد ان ليكويد 1 مول ان 1000 مول، وإذا solid and solid 1 gram and 1000 gram. Okay. The ratio and percentage strength of any solution or mixture of solids are proportional and either is easily converted to the other by the use of proportion. شوفوا الـ ratio والـ percentage strength لأي mixture، يعني solution mixture مع المواد صلبة أو solution مع المواد سائلة متناسب. عادة نحل المسائل بالبروبورشن. هسه خاف راح تمر علينا انا بالكتابة غلطان. دائما من تجيكم مسائل بالريشيو سترينث والبرسنتج تحلونها بالنسبة وتناسب.
يعني إذا يجيكم مثلا هسه احنا بالمساء راح نشوفه نبض واحد إلى خلينا نقول واحد أو 1:50 فيريد ايش قد بالمية إذا أريد نحولها للبرسنتج راح شنو نعرف نحولها عن طريق البروبورشن هنا اكسبرس 0.02% as a ratio يعني احنا عندنا هنا 2% بالمية هاي لازم تنتبهولها بالمسائل البيرسنت خاصة يعني بعض الأحيان واحد يصور انه هاي هي من يشيل البيرسنت تبقى 2% بس هي صحيح انه لازم يشيل البيرسنت تعرفون مقسم على 100 فهاي العادل 0.000 يعني صفرين بعد قدام الاثنين يلا يصير عدد اللي هو المطلوب كرقم ولكن من نريد نحول البيرسنت للراتيو سترينج راح نسوي شنو نسبة تناسب بيناتهم شلون تناسب نحكي حجم احنا عندنا 2% يعني هاي عبارة عن شنو ال 2% بالمية هاي اثنين بالمية بالمية هاي شنو معناها هاي معناها 2% على 100 اوكي فهذا هو هذا تعبير نفس هالبيرسنت بيرسنتج فاحنا على مود نطلع الراشيو مالتها دائما قلنا شنو الراشيو هو واحد بالجزء يعني بالجزء الكلي فهنا شنو قال ال 0.02% اللي هي 0.02% شو يساوي هاي مقابلها 1 بارت والمية ايش قد يقابل ضرب وسطين طبعا ايضا هاي يعني نحولها مثل ما قلت لكم احنا نقسم يعني الطرفين على العدد يعني اعتبرها نقدر نحولها هيجي لكن هذا الحل افضل بس هيجي يعني بالمية هيجي حتى نحول هاي الواحد نقسم على هاي وهاي ايضا نقسمها على 0.02 راح يطلع لنا تقريبا ما يصير واحد وهاي نقسم هاي المية هاي المية موضوع نقسمها على 0.02 راح يطلع لنا 5 هاي الطريقة الثانية والطريقة الأولى هاي البروبورشن هسه نريد نحول بالعكس يعني ال 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 إلى بيرسنتج نفس الشيء احنا عندنا دائما واحد إلى 4000 ايش قد بالمية يعني الجزء على الكل وهنا ايضا الجزء على الكل راح تطلع لنا الحل نغير بين البيرسنتج والريشيو سترينج بالبروبورشن عملية البروبورشن او انه اذا من السترينج ريشيو سترينج او البيرسنتج ريشيو سترينج نقدر نحوله بطريقة ان شاء الله to change ratio strength to percentage strength it is sometimes convenient to convert يعني نحول the last to zero in a ratio strength to percentage أو percent sign علامة ال يعني آخر 2 أصفار نحولها percent sign and change the remaining ratio first to a common fraction and then to small fraction شوف إحنا حتى هنا شنو معنا حتى نحول ال ratio strength لل percentage شو نسوي هاي مو بالمية مثل واحد إلى 1:100 نغير من هذا نحول النقطتين نحول النقطتين الى علامه قسمه يعني قسمة وناخذ المقاييس وبعد ما نقسم يعني نقسم هاي العددين اللي واحد على واحد راح يطلع لنا واحد ويصير 1% هاي طريقه تحويل ريشيو سترينث افراد لل ال هنا نشوفوا 3 إلى 500 آخر صفرين شلناها وخلينا علامة البيرسنت وحطينا مكان هاي الـ S2 أو النقطتين مال الريشيو سترينج علامة قسمة وبعدين قسمنا 3 على 5 طلعت 7 على 10 بيرسنت 1 إلى 10,000 نفس الشيء شلنا صفرين خلينا علامة البيرسنت أو بيرسنتج وقسمنا طلع 1% هسه أمثلة راح ناخذها الـ Example 1 A certain injectable يعني حقنة اشتروا هاي الحقنة 2 مليغرام of a drug milliliter of solution يعني هاي كل مليلتر من عندها شو يحوي
يحوي 2 مللي جرام. What is the ratio strength white bear volume؟ طبعا ratio strength white bear volume هي نعرفها ليش أشهر من هنا؟ معناها شنو السوليوت صليب والسولفنت ليكويد، هو هذا سوليوشن. السولت باي مو هنا الغوها هاي مو انفيرس بروبورشن، لا بروبورشن هذا خطأ بالكتاب بالبروبورشن. احنا شنو عندنا عادة تتذكرون ايش قلنا؟ قلنا انه لازم اذا يعني وايت بير فوليوم نحله شنو؟ هو يريد الريشيو سترينج وايت بير فوليوم. احنا عندنا ملي جرام بالملي لتر، هذا شنو وايت بير فوليوم. فاحنا لازم شنو ناخذها بالجرام وبالملي لتر، يعني مو بال ما نخليها بالملي جرام، حتى نحول الملي جرام للجرام شنو نسوي؟ نقسم على ألف، فهاي 2 ملي جرام حولها حتى للجرام، قسم 2 ملي جرام على ألف تطلع لنا 0.002 جرام، هاي حولنا أول وحدة، الثانية هي بالملي لتر. فهنا البروبورشن مالتنا 2 ملي جرام بالواحد مل، يعني هاي البروبورشن واحد، احنا نريد واحد إلى، أنا مود يطلع واحد إلى، واحد إلى إيش قد؟ هاي البروبورشن، فالريشيو سترينث تطلع واحد إلى 500 بعد ما يعني قصتين طرفين. معنا واحد إلى 500. الإكزامبل 2. What is the ratio strength weight per volume of solution made by dissolving 5 tablets؟ هسا أول كمية معطات لي 5 tablets، 5 حبايات. Each contain كل واحدة من هاي التابلت 2.25 جرام of sodium chloride. تحوي كل حباية منها. And enough water to make 1,800 ml. هو شنو مسوينا solution؟ حال 5 حقائق، كل واحدة تحوي 2.25 جرام زيان ب 1800 مول، فيريد النسبة مال هذا بهذا ايش قد الريشيو، يعني 5 حبايات كل ال 1800 ايش قد. فاحنا بعد ما أول مرة نضرب 5 في 2.25 على ما طلعنا الكمية الكلية من الصوديوم كلورايد اللي هي 11.25 جرام في صوديوم كلورايد، هاي بال 1800، إذا ال 1 جرام بايش قد راح ينحل؟ فراح يطلع لنا أنه الريشيو سترينث هي 1 إلى 100. طبعا ما نقدر نحلها بالطريقه الثانيه هاي، اللي هو احنا عندنا 11.25 هاي از تو شنو 1800 مقسم هاي على 11.25 وهاي على 11.25 يطلع لنا 1 إلى 160. هاي الطريقه الثانيه، يعني انتم ياهل اسئلتكم حلوها بالطريقه الثانيه، يعني انتم ياهل اسئلتكم حلوها بال خل عيد لكم اتصور انتم هذا اول سؤال مو كل شيء فهمت خل عيد لكم شوف احنا دائما من يعطينا تعبير للبيرسنتج فشنو معنى البيرسنتج؟ انه اذا صار هاي الكميه، هاي الكميه يعني كميه خلينا نقولها مثلا السؤال الاكزامبل يعني السؤال رقم 2 هو ايش مطينا؟ مطينا 5 تابلت 2.25 يعني كل واحده تحط 2.25 جرام، المهم كميه كليه يعني مفهومه انه 11.25 جرام ب 1800. فهاي قبل تقدرون تعبرون عليها ريشيو سترينج، يعني لان هي 11.25 ب 1800، فقبل تخلون 11.25 الى 1800 قبل هيك يعني تقدرون تعبرون عليها كريشيو سترينج. اوكي؟ فبعدين هاي احنا قلنا دائما الريشيو سترينج دائما الرقم الاول اللي هو هذا لازم واحد، فشلون احنا نحول الواحد؟ نقسمه على نفسه هو هذا ال 11.25، وحتى نبسط لازم نقسم الطرفين على 11.25، فمن نقسم 11.25 هذا الطرف على 11.25 راح يطلع لنا واحد، ومن نقسم هذا على 11.25 راح يطلع لنا 160. هو يعني هذا هاي الطريقه الثانيه، والطريقه الاولى هي بروبورشن، يعني احنا عندنا 11.25 بال 1800، اذا الواحد ايش قد؟ ضرب بسطين طرفين بروبورشن، لا هذا اكيد الخطا بالكتابه. اكزامبل 3 هذا حاولوا بيه، واللي ما يفهمه اهم اشرح لكم اياه غير وقت حتى لو على التليجرام. عندكم هوم وورك هذني هوم وورك 1 وهوم وورك 2 ثم ادزت لكم رابط حتى تحلونه. البارت بير مليون بالمناسبة
السؤال example عفوا ثلاثة مو inverse proportion لا بس proportion هذا الغول يعني مثل ال inverse خلي proportion تنحل by proportion هو يعني نفس ذيك هذا نحول percent وبعدين نحولها ونطلع النتيجة مالتها البار بير مليون طبعا انتم يعني ان شاء الله بالحسب مسيرتكم بالكليه وان شاء الله عم تتخرجون كصيادله وتعينون اللي هاي بالتعليم العالي او بالصحه راح يعني يشوف او تمر عليه هواي عبرون علينا البار بير مليون البار بير بليون هاي شنو اكو مواد كلش تراكيزها قليله فيعني كلش صعبه يعني اذا نريد بارت بير يعني جزء بالمليون زين نريد نعبر عنه كبيرسنت راح يطلع لنا مثلا هيك او نقول مثلا 2 بالمليون راح بالبيرسنتج راح يطلع لنا هيك او بوينت او 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 وهيك يعني و2 وهيك يجوز يطلع لنا العدد واذا بالمليار يجوز يطلع لنا هيك او بوينت او 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 انا اليوم اكتب بصبعي يعني قلم ما موجود هيك يعني هاي شويه صعبه الكتابه عندي فحتى يعبرون على هاي التراكيز القليله جدا يعبرون بطريقه ثانيه اللي هي بارت بير مليون وبارت بير بليون يعني البليون هنا مليار بالانجليزي يعني بالعربي احنا نسميه الواحد وتسع اصفار هذا نسميه مليار بس بالانجليزي لا بليون فواحد بارت بير مليون يعني واحد بالمليون والبارت بير بليون يعني واحد بالمليار the strength of very diluted solution very diluted solution يعني محاليل كلش تراكيزها قليلة are commonly expressed in terms of parts per million or parts per billion يعني شنو يعني the number of parts of the agent per 1 million or billion parts of the whole solution يعني احنا هذا البارت per million هاي وين اكثر شيء يعني المثال الواضح اللي موجود بالحياة هو المي هذا المي اللي يجي مخفف او معقم بالكلور الكلور تقريبا يعني يحطون بارت بير مليون حتى يعقمون دي المي يعني تراكيز حتى يعقمون دي المي يعني تراكيز كلش قليله وايضا اكو الكلورايد او فلوريديتد درينك هذا يعني اكو دول تخلي الكلورايد بالمي يعني بالاساله يعني على مود يعني تقوي الاسنان مال المواطنين والسوالف فتراكيز الكلورايد تنقاس شنو؟ من واحد الى اربعة بارت بير مليون يعني كل مليون نقول كل مليون ملي لتر من المي يخلون واحد جرام الى اربعة جرام كلورايد يعني تقريبا احنا هو هذا شوف هو نفسه ريشو اذا تشوفون شكل مادة التعبير مادة ايضا ريشو بس شنو ريشو يعني يستعمل على مود تراكيز كلش قليلة فما نقدر نستعملها بيرسنت ونقدر يعني نلتقطها كريشو عادية اللي هي 1 is to 1 مليون أو 4 is to 1 مليون أيوه 1 is to ريشو بس هي شنو بالبارتير مليون بارتير هسه هاي مساعد أكسبرس 5 بارت بير مليون of iron in water and percentage strength and ratio strength يعني هو يريد يحول لنا هنا نتحولون الخمسة بارت بير مليون in water in percentage او بعدين تحولونها الى ratio strength الخمسه بارت بير مليون يعني هذا التعبير هذا شنو معناه؟ معناه خمسه بارت بكل مليون بارت بالratio strength في حال مادة انه واحد الى 200 شلون صارت واحد الى 200؟ فقسم هو حول ratio قبل خمسه الى شنو؟ مليون مليون رجع قسم هذا على خمسة وهذا على خمسة طلع لنا شنو واحد إلى 200,000 هاي ratio strength global شلون نحولها إلى percentage مثل ما قلنا من ساعة أما بالproportion أو إنه آخر سطرين نشيلهم ونحط علامة البيرسنت ونقسم واحد على شنو على 2000 راح يبقى بيطلع لنا شنو 0.000% هاي المثال الثاني the concentration of drug additives in an animal feed يعني إضافة علاج مضاف إلى طعام حيوانات هو 12.5 بارت بير مليون. How many milligrams of the drug should be used in the preparing 5.2 kilograms of feeding. شوف بس احنا هنا شنو عندنا؟ انه هو
يعني حجمها هو 12 ونص بالمليون. ايش قد بال 5 ونص كيلو جرام؟ اول ما نحول ال 5 ونص كيلو جرام الى جرام، لان عرفنا احنا انه دائما اما بالمل او بالجرام. بالنسبه للبار بير مليا الريشيو والبرسنتج دائما نحولهن الوحدات مال الطرفين، اما للمل اذا كان ليكويد او للجرام اذا كان سوليد. فهنا احنا عندنا بالكيلوجرام، اول ما نحوله الى شنو؟ ملي جرام حتى ندخل. فاحنا شنو عندنا اصلا؟ عندنا احنا 12 ونص بالمليون. فايش قد بال 5200؟ شوف هنا عندنا 12 ونص بالمليون، هاي ايش قد يعني؟ هاي شوف 12 ونص بالمليون ايش قد بال 5200 جرام؟ راح يطلع لنا هذا العدد مع ضرب الطرفين وسطين. هذا هوم وورك ايضا. هذا هو النظري. هسه شنو راح اطلع لكم مسائل هاي اللي راح نشرح جزء من عدها، والجزء الاخر نشرحها بعدين او يعني يبقى هو انتم تحلونه تدربون بيه. واي واحد انتم عندكم الهوم وورك، هذين الاسئله اللي بالنظري كاتب لكم عليها هوم وورك، ثلاث اسئله بعدين ادز لكم رابط بعدين. بس راح بس اطلع هاي امثله احنا نشوف شلون نحولها. شوفوا ساعدكم شنو احنا كامثله كونفيرت ذا فلوينج ريشيو. هاي عندنا احنا ريشيو سترين تو فراكشن اند سمبليفاي تو ذا لوست تيرم بوسيبل. اوكي اي ان شاء الله تنزل. هسه عندنا احنا ريشيو سترين شو يقول؟ هو يقول حولها لابسط شكل ممكن. اوكي يعني حولها لفراكشن. شوفوا انتم هو هسه ادز لكم هسه هذا عندنا 3 الى 9 حتى نحوله الى كومن فراكشن. هذا 3 الى 9 هو حتى نحوله كومن فراكشن شو نسوي؟ نقسم هو 3 نفسه يساوي 3 على 9 زين، وبعدين نحوله شنو الى يعني نختصره 1 على 3. واذا نريد للديسيمال فراكشن نقسم الواحد على 3. هذا ابسط شيء كفراكشن كومن فراكشن. اوكي هنا 2.5 نفس الشيء، 5 الى 20 ايضا نفس الشيء. احنا نقسم حوله الى يعني كومن فراكشن بعدين نقسم حتى يصير ابسط شيء. هسه هذا مثلا 5 الى 20 هو نفسه يساوي 5 على 20 ويساوي 1 على 4 على 9. هاي حاولوا تدربون بها يعني. هنا بالعكس هنا عندنا فراكشن ونحوله الى مثل ما قلنا هو يعني نختصره الى اقل عدد ممكن بحيث يعني الطرفين مو ما بيهم كسور، ما يصير بيهم كسور، واول رقم المفروض يعني دائما واحد. بس يعني شوفوا عندنا بالنسبه لل شوفوا هذا رقم 16، هذا رقم 16 هو نفسه يساوي واحد واحد الى 10,000. عندنا رقم 20 مثلا، هذا رقم 20 اللي هو 7 يساوي 7 الى 49. من البسطه نقسم الطرفين يساوي رقم 1 الى 7 يعني نسوي ريشيو سترينج البسطة أقل شيء. شوفوا هنا إذا يجيكم يعني ريشيو سترينج بس هو مطيكم يعني شوفوا هسه هنا الرقم 21 ليش سهلة أعتقد يعني ما بيها صعوبة، بس هنا شوية واحد خفيف من أدها خاف تجيكم بالامتحان هيك أسئلة. رقم 21 يقول هو شو يقول؟ يقول الـ determine the ratio for 1 على 10 كم من فراكشن. هو ابسط شيء هذا. بعض الاحيان شوفوا الريشيو سترينج حتى لو تجيكم شوفوا قد يجيكم بالامتحان اريد مثلا شويه يعني ادوخكم به اعطيكم ريشيو سترينج وهي تبقى نفسها يعني لان ما تقدر تبسطها اكثر. هو اقل شيء واحد فانت توصل الاول عدد الى واحد والثاني المهم يعني قد ما يكون خليه يكون. لكن بعض الاحيان انه انت ما اذا صار عندك هذا اول واحد الثاني يطلع كسر هذا ما تسوي واحد خليه يعني اقل عدد ممكن
يعني مثلا يعني 3 على 4 هذا رقم 7 مثلا، هذا يبقى 3 على 4، لان ما نقدر اذا قسمنا على 3 راح يطلع رقم 11. رقم 11 هو كومن فراكشن، هو نفسه ترى 3 الى 4 هذا اوسط شكل 3 الى 4. ليش؟ لان احنا قلنا يكون يعني ما يطلع هنا 9، هنا يبقى عدد صحيح هذا، وهذا اقل عدد ممكن. فاحنا هنا اذا حتى نحول الراشيو راح يعني تبقى يعني يبقى نفس العدد. ما يطلع عيدكم نعم انتم عندكم بالراشيو سترين او بالكومن فراكشن، يعني بالراشيو سترين من تريدون تعبرون على شيء على شكل ريشيو زين، هو واحد الى رقم معين. حاول يعني نحاول اول رقم اللي هو هسه احنا نقول هسه هذا مثلا دائما هذا هسه هذا مثلا 6 الى 7، هذا دائما نحاول واحد بس يكون مو على حساب هذا يصير كسر، دائما هذا يبقى عدد صحيح، وهذا اقل عدد ممكن يعني نبسط الى اقل عدد ممكن. فاذا في مجال نقسم على واحد مثلا هسه هذا رقم 3 5 الى 20، 5 الى 20 نقدر نبسطه يعني هذا 5 الى 20 يصير من قسم على الطرفين على 5 راح يصير 1 الى 4. اوكي هذا هو المقصود. ونفس الشيء اذا الكومن فراكشن تقدرون تبسطونه وهو كومن فراكشن وبعدين تحولونه الى ريشيو، او انه لا تحولونه الى ريشيو وتقسمون الطرفين على العدد ما العدد الايسر اللي هو تحولونه 1 وتحولون ذلك يعني مثلا رقم 14 هو 2 الى 1، تقدرون تختصرون انه هن يعني كومن فراكشن زين، فبحيث تختصرون 2 بها 1 وهذا ب 500، او انه بعدين بعد ما تسوونه 2 الى بعد ما تسوونه 2 الى 1000 زين تقسمون هذا على 2 وهذا على 2، فمين راح يساوي او يؤدي الى انه 1 الى 500. مفهوم؟ احنا 13 هو يبقى نفسه يعني ما يتغير. رقم 12 تقدرون تخلونه هو هيك او تخلونه 2 الى 3، 3 رقم 17 3 الى 9 يصير 1 الى 3 وهكذا يعني شيء سهل، 1 الى 1 الى 8 يبقى نفس 1. هسه نروح لل 21 Determine the ratio of the following drug and simplify to the lowest PM possible. احنا شنو عندنا 750 ملغ تابلت اوف كلاريتوميسين، هاي شلون راح نعبر عنها؟ ببساطة كل تابلت واحدة تحتوي 750 ملغ هاي كريشو 7، كل تابلت تحوي هاي يعني اذا اريد نعبر عنها هاي ببساطة يعني. ايضا السؤال 22 10 ملغ كبسول دايسايكلوماين، أمنا أنه كل واحد كبسول نعبر عنها 10 ملي جرام. رقم 23 زين، أنه إحنا حتى نعبر عن ريشيو 6، كل 125 ملي جرام أموكسيسيلين موجودة 5 مول، يعني كل 5 مول تحوي على 125 شنو ملي جرام، حتى نبسطها تصير 1 إلى 25 وهكذا يعني كل اشوفوا هنا تقدرون بالجرام وتقدرون بالمليجرام، يعني اذا مو وحده مقابله يعني هسه هنا بالاسئله تقدرون تحولونه. اوكي يعني انا بالنسبه لي يعني مقبول انه تحولونه تخلونه بالمليجرام، لان يعني المقابل مالته مو وزن، المقابل مالته تابلت يعني تعبير عن فورمولا كامله او دوز، فالدوز تقدرون تخلونه بالمليجرام. بس اذا عندكم ريشيو سترينج اثنين هن وحدات فيه يعني بهاي بالمل وهاي بالمليجرام، لا لازم تصير وحده مل وحده جرام او اثنين هن بالجرام او اثنين هن بالمل. بس اذا مثلا عندنا دوز او شكل زين مال علاج ثاني مثلا 5 مل حجم، هاي نحولها اشوفوا هنا بس الاموكسيسيلين نقول 5 مل بيها 125 ملي جرام يعني 1 الى 25، ونقدر ايضا نبسطها نخليها مثلا كل 5 مول على الملي جرام 0.125 ملي جرام، يعني هيك تصير كل هاي مثلا كل 5 مول تصير 0. اذا نحولها للجرام
اوكي انتم يعني حرين هنا، انا اثنين صحيحات، لان هي هاي عباره عن دوز مو وحده حتى هاي المل، هاي المل شوفوا هنا يعني كتعبير نقدر نقول هاي دوز، كميه الدوز مو كتعبير حجم. اذا تقدرون تعتبرونها كتعبير حجم تعتبرونها تعبير حجم وماشي الحال يعني صحيح، تقدرون تعتبرونها كدوز. بالنسبه لهاي ال 750 السؤال يعني رقم 21 هاي بالتابلت، نعبر عن تابلت بها 750 ملغ، وايضا نقدر نعبر عن كل تابلت بها، او احنا شنو خلينا نتفق حتى لا تدوخون بها، دائما سووها جرام وسووها مل، اوكي حتى لا تدوخون بعد يعني دائما سووها بالجرام، يعني هاي هسه الريشيو سترين حتى لو تجيكم بالتابلت وبالكبسول حولوها انه واحد الى او يعني 750 يعني 750 او 0.5 جرام. اوكي 23 هسه بعد ما اتفقنا انه كلها بالجرام زين، ال 23 احنا عندنا كل 5 مول او يعني ما ادخل الوحده بيها شنو 125، احنا هنا على مليغرام فنحولها لجرام مثل ما اتفقنا، تصير او بوينت بعد ما نقسمها على الف. طبعا هنا ما راح تصير عندنا مشكله بالريشيو سترين، راح تصير هاي كسر واحنا ما نريد الكسر، لذلك انه بالجرعه يفضل والله يفضل انه تخلونها بالملي يعني على وضعها حتى تصير عندنا كسر. احنا لان شنو؟ احنا دائما نريد الريشيو واحد الى عدد صحيح، ما بي كسر ولا بي يعني. فانتم اذا دوز مثل هاي خلوها على وضعها حتى لا يصير الوقت، اذا بيها مجال نسويها بالجرام نسويها بالجرام، يعني مثلا اذا طانا مثلا على فرض يعني خلينا نقول بدل 125 جرام نقول مثلا 1000 او 1000 جرام 1000 ملي جرام، عندنا 5 مول نقدر نحولها بحيث ما تصير. ما نكتب الوحدات لان يعني هي اصلا احنا متفقين على الوحدات، اذا سوليوشن والسوليوت هو صلد زين، هو يعني وايت بير فوليوم، هاي الوايت بير فوليوم والهاي التعابير يعني شوفوا هسه احنا عندنا هنا امثله، هاي ديفاين ذا فالونج ريشيو، هاي شوفوا هاي رقم 29 بيها وايت بير وايت وفوليوم بير فوليوم، هاي اذا تساوي اذا تشوفون وياي تشوفون رقم 29 30 شنو معنى 1 الى 1 از 2000 وايت بير وايت، هاي معناها شنو؟ 1 جرام لان وايت الى شنو 2000 جرام لان ايضا وايت. الثانيه هاي خلاص تجيكم بالديفاين ذا فالونج ريشيو هيك تعبرون عنها، هاي تعبرون عنها 2 جرام الى شنو 500 مول. اوكي هاي يعني الريشيو سهله، احنا راح ناخذ المحاضره ان شاء الله الثالثه نراجع بها البيرسنت احتمال والريشيو ونكمل على الديليوشن. الديليوشن راح نستعمل قانون جديد، احنا هنا بالمحاضره مش شفت قلت لكم حذفوا الانفيرس بروبورشن، راح ناخذ احتمال الانفيرس بروبورشن على المحاضره القادمه. شوفوا هاي الامثله اذا يعني تحبون تشوفونها، انتم اي سؤال عندكم اشكال عليه يعني اللي ما ما يعني يفهم سؤال يتصل بي وانا احاول اشرح له. هسه الدسبنس تايم ميثادين رقم 26، سؤال رقم 26 اللي هو الدسبنس تايم ميثادين 400 ملي جرام بير دوز اون هاند از 200 ملي جرام تابلت. شوفوا هنا هو 400 ملي جرام بير دوز، احنا عندنا 200 ملي جرام بالتابلت فاحنا شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الدوز كل واحد دوز واحد دوز بيها ايش قد؟ تساوي 2 تابلت. اوكي اذا بالتابلت. اوكي يعني هو 400 بالدوز فاحنا يصير عندنا واحد الى شنو؟ 2. هاي شنو اذا نريد نعبر يعني الدوز بالنسبه للتابلت. هاي هو اصلا يعني هي الدوز الى 400 زين، فهنا واحد الى هاي كدوزات يعني هنا 10 ملغ سكلوبرامايد بالنسبه للدوز الوحده، احنا عندنا 5 ملغ بالمول. اوكي فايش راح يصير؟ راح يصير احنا عندنا الدوز 10 وهو احنا عندنا 5 راح يصير 2 دوز
بل أو واحد يعني واحد مول بالنسبة للدوكس. إحنا هاي الدوكس السلين دوكسي ديكلوكسا السلين بير دوزها 250 وإحنا عندنا 500 ميلي جرام بخمسة مول، طلعونها بالبروبورشن البروبورشن. والحلول أيضا مال هاي المسائل كلها راح مال هاي المسائل كلها راح أدز لكم إياها حتى تطلعون عليه، بس أنتم حاولوا تحلونها وبعدين شوفوا الحلول. حلول سهلة مالتها.